السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام من الرافدين. ما ترتيب طبقات النحاة في مدرسة الكوفة؟ ومن أبرز النحاة الكوفيين؟ وما أبرز مؤلفاتهم؟ ما أسس النحو الكوفي وما مصادره؟ سنناقش ذلك أيضا في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في العراق الجزء الرابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق الجزء الرابع. نرحب مشاهدينا بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من مدينة تشانكالي التركية، دكتور خير الله الشمري، أستاذ اللغة العربية المشارك بجامعة تشانكالي. حياكم الله، مرحبا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا لكم. أهلا بكم. إذن نبدأ منك أستاذنا الدكتور حمدي، حدثنا بدءا عن الأعراب الذين أخذ عنهم العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة ما كان للنحو أن يقوم ولا لغيره من المعجمات وغيرها أن تتم إلا بوجود مادة لغوية، وهذه المادة اللغوية لابد أن يستقيها العلماء من أعراب أو من البوادي، فاختص بذلك مجموعة من الأعراب كان العلماء يأخذون عنهم اللغة لثقتهم فيهم. من هؤلاء الأعراب الذين ذكرتهم كتب التراجم وخاصة الفهرست لابن النديم، أبو البيداء الرياحي زوج أم أبي مالك بن عمرو بن كركرة، واسمه أسعد بن عصمة، أعرابي نزل البصرة وكان يعلم الصبيان بأجرة أقام بها أيام عمره يؤخذ عنه العلم، وكان شاعرا، تعليم في تعليم الصبيان وفيه مؤدب الأولاد ثم مؤدب أولاد الخاصة ثم مؤدب الأولاد الخلفاء والأمراء. نعم. أيضا أبو مالك عمرو بن كركرة أعرابي كان يعلم في البادية مولى بني سعد راوية أبي البيداء، وكانت أمه تحت أبي البيداء، يعني أبو البيداء زوج أمه، ويقال إن أبا مالك كان يحفظ اللغة كلها وكان بصري المذهب. أيضا أبو زياد الكلابي ويزيد ابن عبد الله ابن الحر أعرابي بدوي، قال دعبل قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس مجاعة ونزل قطيعة العباس بن محمد وأقام بها 40 سنة وبها مات، وكان شاعرا من بني عامر بن كلاب. له من الكتب كتاب النوادر وكتاب الفرق وكتاب الإبل وكتاب خلق الإنسان. من أيضا هؤلاء الأعراب أبو الجاموس ثور بن يزيد أعرابي يفد البصرة على آل سليمان بن علي، وعنه أخذ ابن المقفع الفصاحة. أبو الشمخ أعرابي بدوي فصيح نزل الحيرة، وله من الكتب كتاب الإبل. شبيل بن عزرة الضبعي من خطباء الخوارج وعلمائهم وهو صاحب قصيدة الغريب. أبو عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلمي له من الكتب كتاب القوس وكتاب غريب الحديث، وكان شاعرا عالما باللغة. أبو خيرة نهشل بن زيد أعرابي بدوي من بني عدي دخل الحاضرة وله كتاب الحشرات. نعم. دهمج ابن محرز النصري من بني نصر بن قعين من بني أسد بن خزيمة له كتاب النوادر.
يعني الملاحظ أن هؤلاء الأعراب الذين كان العلماء يأخذون عنهم اللغة، منهم من كتب كتبا لغوية أفادت بعد ذلك في كتابات المعجمات اللغوية. يعني هؤلاء دكتور أخذ منهم العلماء من المدرستين، يعني من البصريين والكوفيين. نعم، يعني منهم من هو مختص بالبصريين ومنهم من أخذ عنه الكوفيون. هكذا. نعم، يعني ذكرهم صاحب الفهرست عامة من دون ترتيب، يعني بدون ترتيب، حتى بدون ترتيب وبدون نديم. نعم، ذكرهم كيفما اتفق. هكذا. نعم نعم. إذن من هنا نرحب مجددا بالدكتور خير الله الشمري ضيفنا عبر سكايب من مدينة تشانكالي التركية. حياكم الله مجددا. حدثنا متفضلا إذن دكتور خير الله عن طبقات مدرسة الكوفة في النحو. شكرا لك وأحييك وأحيي الضيف الكريم. حياكم الله، بارك الله فيكم. نعم، طبقات النحاة في الكوفة ممكن نقسمها 6 أو 7 طبقات. طبعا قبل أن نشرع في تقسيم طبقات النحاة، النحو الكوفي هو يعتمد في بدايته على نحاة البصرة. والنحو البصري كما نعلم بدأ في منتصف تقريبا، يعني في منتصف قبل القرن، في منتصف القرن الأول، وكان يعني زبدته في الخاتمة كتاب سيبويه. نحاة الكوفة يعني اعتمدوا على نحاة البصرة يعني بدأوا من هنا. والطبقة الأولى، يعني الطبقات هي السلسلة التاريخية أو المسار التاريخي للنحاة. الطبقة الأولى نجد الرؤاسي المتوفى 187، كذلك معاذن الهراء، ومعاذن الهراء ينسب إليه وضع علم الصرف. صحيح. وهؤلاء هم يعني شيوخ الكسائي، لذلك نجد الكسائي في الطبقة الثانية. وعندما نقول مثلا شيوخ الكسائي المشهور، إذ إن الكسائي له كثير من الشيوخ. صحيح. كذلك تتلمذ على يد عيسى بن عمر الثقفي البصري، والخليل الفراهيدي أيضا من شيوخه. نعم، الكسائي طبعا معروف هو يعني من رؤوس المدرسة الكوفية، يأتي في الطبقة الثانية، متوفى 189 للهجرة، أحد القراء الـ7. نعم، سنأتي لاحقا لمكانة الكسائي رحمه الله من القراء الـ7. نعم، من الرواة واللغويين ودارس القرآن الكريم. نعم، إذن تتلمذ على هذا. نعم، على رأس الطبقة الثانية عفوا الكسائي الآن. نعم، الكسائي على الطبقة الثانية، إذ قد سبقه الرؤاسي ومعاذ الهراء. وتتلمذ على الكسائي جملة من التلاميذ، أبرزهم طبعا يحيى بن زياد الفراء، وهو يأتي في الطبقة الثالثة إذ جاء بعد الكسائي، واللحياني كذلك. نعم، في الطبقة بعد الفراء، الفراء في الطبقة الثالثة، تتلمذ على الفراء أيضا جملة من التلاميذ، يعني أبرزهم الطوال أبو عبد ومحمد بن القادم، وكذلك والضرير، إشاب الضرير. نعم، في الطبقة الفراء هنا الطبقة الرابعة. نعم، وفي الطبقة الخامسة جاء على رأسها يحيى، أحمد بن يحيى ثعلب أبو العباس. نعم، وهو كان يعني تلميذا بارزا لابن القادم، و يعني مشهور ثعلب، وسنأتي ربما نتكلم عنه أثناء الحلقة إذا جاءت فرصة إن شاء الله. كان رأس المذهب الكوفي في حينه. وأيضا جاء بعدهم ابن الأنباري وابن كيسان، وإن كان ابن كيسان يختار بين المذهبين. نعم، وختم المذهب بإفطوي. إفطوي توفي 223، والرؤاسي توفي 187. إذن تقريبا المذهب الكوفي يعني أخذ من الزمان 140 سنة، يعني تقريبا حتى يعني بدايات ظهور المذهب البصري بعد فتنة ثورة الزنوج التي بدأت 255، وهاجر النحاة
هذه الفتنة إلى بغداد، وظهر بعد ذلك المذهب البغدادي. نعم، نعم. سأعود إليك مجددا دكتور خير الله بركت. إذن دكتور حمدي، من هنا نتحدث عن الرؤاسي ومعاذ الهراء أبي مسلم، وهما على رأس الطبقة الأولى كما ذكر قبل قليل دكتور خير الله. مدرسة الكوفة من المؤسسين الذين بدأوا هذه المدرسة أبو جعفر الرؤاسي، ولقب بالرؤاسي يعني هو محمد بن الحسن بن أبي سارة ابن أخي معاذ الهراء. ابن أخي. نعم، سمي بالرؤاسي لكبر رأسه. نعم، هو أول من وضع النحو من الكوفيين، أو وضع كتابا في النحو من الكوفيين، وسمي النيلي أيضا، أو سمي لقب له النيلي أيضا. نعم، نعم. الكتاب لكن لم يصل إلينا، قال بأنه قرأه الخليل بن أحمد، وكل ما ورد في الكتاب من قال الكوفي فهو المقصود الرؤاسي، لكن لا نعلم نعم صحة هذا، منهم من نفى يعني. نعم، نفى ذلك الرؤاسي. طبعا نحاة الكوفة تلمذ لنحاة البصرة الأوائل، يعني أخذ عن عيسى بن عمر البصري. وكان الرؤاسي رجلا صالحا، يقول: بعث إلي الخليل يطلب كتابي، فبعثت به إليه فقرأه ووضع كتابه. قال: وفي كتاب سيبويه، قال الكوفي يعني الرؤاسي، قال ابن دروستويه: زعم ثعلب أن أول من وضع من النحويين الكوفيين في النحو كتابا الرؤاسي، وقولهم زعم يدل على التضعيف. صحيح. نعم، له من الكتب كتاب الفيصل، وكتاب التصغير، وكتاب الوقف والابتداء الكبير، وكتاب الوقف والابتداء الصغير، وكتاب الجمع والإفراد، لكن هذه ذكرها الزبيدي، لكن وغيره، ولكن لم تصل إلينا هذه الكتب. لم تصل. نعم. أما معاذ الهراء أبو مسلم، معاذ بن مسلم الهراء النحوي الكوفي من موالي محمد بن كعب القرظي، ولقب بالهراء لبيعه الثياب الهروية بالكوفة، فنسب إليها. روى معاذ الحديث، وروي عنه وحكيت عنه في القراءات حكايات كثيرة، وكان صالح العلم بالعربية، ولكنه ليس من أعلام النحويين، صنف في النحو كثيرا ولم يظهر له شيء من التصانيف. نعم، نعم. حقيقة طبعا من في الكتب مكتوب بأن أن معاذ الهراء هو واضع الصرف، لكن لم نجد شيئا يدل على هذا أو يثبت هذا. ما وصلنا من الكتب الكتاب لسيبويه، وفيه فيه النحو والصرف. صحيح. والأصوات. وأول ثم كتاب بعد في الصرف يعني كان للمازني، بعده الكتاب الذي نعم تخصص في الصرف وحده كتاب المازني التصريف، الذي شرحه بعد ذلك ابن جني في المنصف. صحيح. لكن معاذ الهراء لم يصلنا من تأليفاته شيء. صحيح. ولذا موضوع أنه وضع الصرف، أين الذي يدل على مثل هذا؟ الكسائي يعني. نعم. الكسائي له كتب، أما هذا فلم يصلنا منه شيء. الكسائي على أساس أنه الخليل أخذ منه ووضع أول كتاب في النحو، يعني هذا أيضا لم يصل. الرؤاسي عفوا. نعم. أيضا كتاب الرؤاسي لم يصلنا ولم نعرف عنه شيء. ربما يكون وضع هذا الكتاب بالفعل وأخذ عنه الخليل، ولكن الكتاب لم يصل فيما ضاع من الكتب. صحيح. في أزمة الهجمة التتارية المغولية على بلاد المسلمين. نعم. سئل طبعا مما نقل عنه، سئل في قوله تعالى: والذي هو يطعمني بالياء. طيب. قال: لأنها ليست رأس آية، وكتبوا يسقيني بغير ياء، قال: لأنها رأس آية. يعني التفصيل في موضوع حذف الياء وعدم حذف الياء. نعم. نعم. سئل أيضا: من أشعر الناس؟ فقال: من الجاهليين أو الإسلاميين؟ قالوا: من الجاهليين. قال: امرؤ القيس وعبيد وزهير. قالوا: فمن الإسلاميين؟ قال: الفرزدق وجرير والأخضل والراعي. فقيل له: يا محمد، ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت؟ قال: الكميت أشعر الأولين والآخرين، لأنه كان متشيعا. نعم، كان يميل أبو مسلم الهراء. أنا أبو مسلم الهراء. نعم. نعم.
كان من المعمرين. نعم. سأله شخص عن مولده فقال ولدت في أيام يزيد بن عبد الملك أو في أيام عبد الملك. يعني أولاده وأولاد أولاده ماتوا وهو كان حيا. نعم. ما شاء الله معمر. نعم. رحمهم الله تعالى. نعم. إذن دكتور خير الله ننتقل إلى الكسائي وهو علم من أعلام هذه المدرسة، المدرسة الكوفية في النحو، حدثنا عنه متفضلا وعن أهم كتبه. نعم بارك الله فيك. نعم كما قلت هو علم لكن ليس للمدرسة الكوفية بل هو علم للعربية جميعا. صحيح، لكن لأنه موضوعنا الآن هو المدرسة الكوفية. نعم نعم. تفضل. نعم هو إمام من أئمة العربية في اللغة والنحو والقراءات. الكسائي ينتمي إلى الطبقة المثقفة العلمية البارزة في العهد العباسي، سمع اللغة من العرب وشافهم ورحل إلى البادية، ويروى أنه يعني استنفذ 15 يعني 15 محبرة في كتابة ما يسمع من العرب. نعم. وكان من فارسي. عفوا دكتور خير الله، أصله فارسي هو. نعم نعم. مولى يعني أغلبهم. نعم. من الموالي، لكن هو كانت هذا النشاط العلمي في حاضنة الدولة العربية كان يعني نشاط علمي بمختلف الفنون. وستأتي حادثة ومنذكرها في سياق آخر حقيقة يعني تبين يعني الشيء الكثير ربما سنقف عندها. نعم. فالكسائي أيضا كان يعني مربيا لأولاد الخليفة، لأولاد هارون الرشيد الأمين والمأمون. صحيح. ومن جلسائه، وتعرف الخليفة لا يختار يعني أي شخص، ولا سيما الرشيد يعني المهتم بالعلم. نعم ولا سيما الرشيد صدق. نعم. نعم. والكسائي أخذ النحو كما قلنا من البصرة وكذلك من أوائل الكوفيين، يعني أخذ من عيسى بن عمر وأخذ من الخليل ومن الرؤاسي ومن معاذ الهراء، لكن طبعا هو أخذ من البصرة وسكن بغداد، ولكن يعني حتى شيء آخر، الكسائي أخذ القراءة عن حمزة الزيات، ولكنه بعد ذلك استقل اختياراته في قراءة مستقلة لنفسه. صحيح. فكأننا أمام شخصية لا تقبل بالاكتفاء بالتقليد، فأخذ يخالف البصريين في نحوهم. وهنا عذر المقاطعة، تميزت الكوفة بوجود ثلاثة قراء من القراء السبعة يعني في. نعم هذا. ماذا تميز؟ هذه القضية تحتاج حقيقة نقاش يعني ربما في آخر الحلقة يعني ربما إذا يوجد وقت. نعم. نتطرق إليها. نعم فيها قراء ثلاثة اختارهم ابن مجاهد من قراء الكوفة من مجموع القراءات السبعة، ومن ضمنهم الكسائي. يعني نقول الكسائي كان شخصية علمية بارزة بحيث أنه لم يكتفي بالتقليد، يعني هو خرج عن شيخه في القراءات وخرج عن البصريين ليس باختيارات محددة بل في الأصول، يعني وضع أصولا نحوية كأنه عندما يسمع مثلا شعر الأعراب الذين يخالطون في الحواضر كأنه يقول يعني هذا شعر عربي فصيح، يعني لماذا نخسره؟ لذلك توسع في السماع وطبعت المدرسة الكوفية بهذا الطابع يعني بهذا المنهج. نعم. والإمام الكسائي يعني كما قلنا يعني ذكرنا شيوخه وتلاميذه البارزين الفراء و منتج ايضا منتج مؤلفات وانتج ايضا تلاميذ كثيرين. صحيح. نعم. والكسائي لديه مؤلفات ايضا مشهوره على ابرزها معاني القران الكريم، وتوفي في 389 في الري في خلافه هارون الرشيد مع في نفس اليوم الذي توفي فيه محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه رضي الله عنه رحمه. نعم. وحتى يذكر أن هارون الرشيد قال دفنت النحو والفقه في يوم واحد رحمه الله جميعا. نعم. نعم. إذن فلنبقى مشاهدين الكرام مع الكسائي مع فقرة سيرة عالم، ستكون هذا الأسبوع إذن مع الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين. الكسائي
هو علي بن حمزة الأسدي الكوفي أبو الحسن الكسائي، ولد في الكوفة نحو 120 للهجرة. وقيل في سبب تسميته الكسائي إنه كان يحضر مجلس حمزة بالليل ملتفاً في كساء، وقيل أحرم في كساء فلقب الكسائي. قرأ الكسائي على الأعمش وعاصم وحمزة وغيرهم، وقرأ عليه عدد كبير منهم الليث بن خالد أبو الحارث وأبو عمر حفص الدوري وأبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى الفراء وخلف بن هشام وغيرهم. أحد القراء السبعة وإمام من أئمة اللغة والنحو والقراءة، انتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية في عصره بعد حمزة الزيات، ويعد المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية في النحو. قال عنه الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. علم الرشيد ثم علم ولده الأمين، وكانت له وجاهة تميزه عندهم، وقد صنف عدداً من الكتب منها معاني القرآن والمتشابه في القرآن وما يلحن فيه العوام ومختصر في النحو. توفي في إحدى قرى الري وهو في صحبة الرشيد، وكان ذلك في سنة 189 للهجرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في العراق الجزء الرابع. كنا دكتور حمدي في فاصل مع سيرة عالم عن الكسائي، ونتحدث إذن عن الفراء، عن تلميذه الفراء وكتابه مع القرآن. تفضل دكتور. الفراء أمير المؤمنين في النحو. نعم، هو أبو زكريا يحيى ابن زياد ابن عبد الله ابن منظور الديلمي مولى بني أسد. الديلم في أرمينيا الآن. نعم. مولى بني أسد لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام، أي يحسن تقطيعه. ولد بالكوفة سنة 44 من الهجرة في عهد أبي جعفر المنصور، ونشأ بها وتربى على شيوخها. طبعا الكوفة كانت حافلة بالعلماء في شتى فروع العلم والمعرفة، من شيوخه فيها أبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وقيس بن الربيع ومندل بن علي، وطبعا أبو جعفر الرؤاسي من شيوخه الذين تلمذ له في النحو واللغة، وهو الذي دله على موضوع الذهاب إلى بغداد. قال له نعم الرؤاسي، قال له الكسائي يعني ذهب إلى بغداد وصارت له مكانة. صحيح. وأنت أميز منه. نعم، فأذهب. فأخذ بنصيحة شيخه وذهب إلى بغداد وحضر مع الكسائي. وسبب تلمذتي للكسائي أنه سأله أسئلة مما تعلمه على يد شيخه الرؤاسي. فعلا هو أميز منه، يعني أميز مع جلالة قدر الكسائي هو أميز منه. نعم، كان يفري الكلام. نعم، لأن الكسائي تميز بأنه أهل القراءة. وأهل القراءة والحديث يلتزمون بالنصوص كثيرا ويبتعدون عن الأمور الفلسفية والتعليلات. أما الفراء فقد عرف شيئا من الأمور المنطق وأمور الفلسفة مما جعله يعلل وكذا، وهذا غير موجود عند الكسائي، لذلك كان يغلب خصومه. نعم، ما هو الأمور المنطق مثل هذه الأمور تحتاج أو يحتاج إليها في أمور المناظرات. نعم، تحتاج ليس كلاما فقط وإنما أخذ ورد. صحيح. نعم. من طبعا العلماء الذين أخذ عنهم النحو والغريب والنوادر والقراءات ومعاني القرآن الكسائي.
عندما ذهب وسأله أسئلة شيخه فأجابه عنها بخلاف ما يعرف، فغمز من بجواره من الكوفيين فقال له لعلك من أهل الكوفة، قال نعم نعم، قال الرؤسي يقول كذا وكذا والجواب كذا وكذا، ويخطئ خطأ جميع المسائل التي يقول الرؤاسي، لأنه أتى بكلام عندما ذهب إلى البادية وتلمذ لعلماء أهل البصرة أفاد كثيرا عما كان عند شيخه الرؤاسي، فلذا أتى بعلم جديد لم يكن عند الرؤاسي. إذن خالف الفراء في مسائل، يعني خالف الكسائي في المسألة، خالف الرؤسي. نعم. فبعد ذلك لم يقتنع أيضا، فكتب إليه بأشياء فيها وفي أثناء الازدحام الطلابي عليه بعض الأسئلة، فكان يجيب في بعضها صوابا ويجيب في بعضها خطأ، ثم عندما عاد إلى البيت كتب كل الإجابات صوابا وقالها له، وأنت تغفلتني في الازدحام، فلزمه وصار تلميذا له. ولذا الفراء كان يتميز بحافظة. نعم. ولذا كانوا يقولون كنا نمر على المشايخ ونكتب ما يقولون إلا الفراء، فإنه ما وضع سوداء في بيضاء قط، وإنما كان إذا خفي عليه الأمر في الحديث أو في القرآن أو في غير ذلك يسأل الشيخ ليعيده مرة أخرى فيحفظه، وأملى معظم كتبه من حفظه. طيب، من كتابه معاني القرآن. نعم. دكتور، طبعا موضوع قبل أن المعاني، أهل الكوفة يعني يفتخرون على غيرهم، يقولون لنا ثلاثة فقهاء في نسق لم يرى الناس مثلهم، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولنا ثلاثة نحويون كذلك، علي بن حمزة الكسائي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. والثعلب يقول لولا الفراء ما كانت عربية، لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية، هذا لأنه من مشايخ المدرسة، التعصب المذهبي. نعم. له كثير من الكتب، الأيام والليالي والجمع والتثنية في القرآن والحدود وحروف المعجم والفاخر في الأمثال، وله معاني القرآن نختصر فيه. نعم، معاني القرآن. طبعا الذي بدأ كتابة معاني القرآن بدأ الأخفش، عندما كان في بغداد أشار عليه الكسائي أن يضع كتابا في معاني القرآن، فوضع كتابا في معاني القرآن، وسار الكسائي على نظامه، وكذلك الفراء، لكن لم يصلنا إلا كتاب الفراء معاني القرآن. كتاب معاني القرآن يعني تفسير القرآن بنظام لغوي ونحوي، وهذا الكتاب يمثل النحو الكوفي، وهو فيه الأصل وفيه كل الأمور الخاصة بالمذهب الكوفي. وضعها الفراء في كتابه، وهو كتاب رائع يعتمد عليه ويرجع إليه في كثير من الأمور. طيب، من هنا دكتور خير الله الشمري، حدثنا إذن عن المفضل الضبي وعن حماد الراوية هذين الكوفيين، وأيضا عن ثالثهما خلف الأحمر البصري. نعم، طبعا أنت تسأل عن الرواة. صح، صحيح، عن الرواة. نعم، هم رواة، والرواية أنواع، يعني رواية الحديث ورواية القرآن ورواية الشعر ورواية اللغة. نعم، هؤلاء من رواة اللغة، ورواية اللغة بدأت يعني في العقد الثاني من القرن الثاني، ويعني رواية الشعر كانت أسبق من رواية اللغة. نعم، وهؤلاء هم يعني من الرواة الأوائل، من الرواة الأوائل الذين حفظوا لنا هذه اللغة ونقلوها لنا. نعم، لذلك حتى وفياتهم مبكرة. نعم. أما المفضل الضبي، طبعا قبل أن نشرح في تبيين هؤلاء الأعلام رحمهم الله، الراوي هو ينقل مادة لغوية. نعم. والمادة اللغوية يستفيد منها البصري كما يستفيد منها الكوفري وغيرهما، لذلك هو بروايته لا ينتمي إلى مذهب، يعني هي مادة لغوية. صحيح. لكن مثلا هو نشأته أو يعني اختياراته في مذهب النحوي كوفي مثلا أو الآخر بصري،
صحيح. هذا لا يؤثر على روايته، لذا كما سنرى مثلا أن حماد أخذ منه كلا المذهبين وهكذا. نعم. المفضل الضبي المتوفى 168 هو راوية شعر ليس راوية لغة، نعم، هو راوية شعر، لم يهتم بالغريب ولم يهتم بنقل اللغة، ولذلك وحتى ليس له آراء يعني لغوية في استنباط النحوي مثلا أو الصرفي وغيره، هو كان يروي الشعر ومن أوثق الكوفيين في نقل الشعر، ومؤلفات عديدة من أشهرها كما نعرف المفضليات التي هي يعني قصائد مشهورة. صحيح. نعم 128 قصيدة كتبها للخليفة في حينه. أما حماد الراوي المتوفى 156، انظر كم هو مبكر، يعني 156، نعم نعم، يعني هو من أوائل الرواة يعني عموما الرواة العربية حماد عموما الراوي. حماد الراوية، نعم، يعني هو كان من أوسع الكوفيين في الرواية والثقة، نعم، وهو المعتمد في نقل القصائد السبع، قصائد المعلقات السبعة، وكذلك شعر امرئ القيس. يعني الأصمعي يقول لولا حماد لضاع شعر امرئ القيس، نعم، ولكن إلا يعني طعن في ثقته، وخصوصا عند البصريين، وقالوا إنه وضع كثيرا من الشعر، يعني أغلب ما نقله هو منحول. نعم، هذه التهم حقيقة لم توجه إلى حماد وحسب، يعني خلف أيضا ربما أيضا، نعم، سنأتي عليه. والوضع الوضع يعني هو موجود في التاريخ، يوجد وضع في التاريخ ويوجد صحيح. وضع في الحديث، ويقال أنه يوجد وضع في الشعر، لكن حقيقة يعني أستغرب أن يضع أحد في الشعر وينسبه لغيره. يعني من استطاع أن يكتب شعرا مثلا حماد أو خلف الأحمر، أن يقول شعرا ويقول هذا قاله امرؤ القيس ويقبله الناس على أنه شعر يمكن أن يقوله امرؤ القيس على هذا المستوى العالي من البلاغة، وفي ذلك الوقت يعني كما تعرف، ولكن يعني ربما لأغراض أخرى يعني، ولذلك تجد كثير من العلماء حقيقة طعنوا في حماد الراوي، ولكنهم لم يطعنوا في المفضل الضبي كما ذكرت، هو من أوثق رواة الشعر، أما حماد فعليه شبهة. يعني نحن نعم. من الصعب، يعني أنا يعني حقيقة هذا ليس قول العلماء طبعا، من البصريين وغيرهم. نعم. لا، هناك من يدافع أيضا، يعني على الأقل أنا لو مثلا ترى هذا القول مثلا، يعني الشاعر له حظوة في المجتمع في هذا الوقت، يعني نعم. عند الخلفاء وعند الشاعر له حظوة، ثم يأتي مثلا خلف الأحمر شاعر وبليغ، لماذا لا يقول الشعر لنفسه ويتكسب به ويكون شاعر مشهور؟ لماذا يضع شعر لينسبه إلى غيره ليؤيد؟ لأغراض سياسية أو لأغراض قبلية، لأغراض مناطقية يعني ربما. ربما نعم. إذن في نطاق ضيق، يعني لأن هذا يعني هذا سيشكل يعني نقطة حرجة لتراثنا حقيقة كما تعرف. طبعا. نعم. طبعا أكيد. إذا ننتقل إلى خلف الأحمر. خلف الأحمر أيضا من الرواة المبكرين، أبو محرز يعني أيضا راوية ثقة، حتى يعني المعاصرين له مثلا انظر ابن سلام يقول لا نبالي كنا إذا سمعنا الشعر من خلف الأحمر لا نبالي أن نسمعه من قائله، وهو من تلاميذ أبو عمرو بن العلاء، تلاميذ أبي عمرو بن العلاء، نعم، وكان شاعرا يعني وبليغا، نعم، كان من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على قافية. نعم. صحيح. صاحب قافية يعني يقول الشعر. نعم. إذن من هنا دكتور حمدي نتحدث عن ثلاثة آخرين، هم اللحياني وابن سعدان والطوال. نعم. تفضل. حقيقة لكل مدرسة علماؤها، وعلماء كل مدرسة يعني كل واحد منهم يتفرد بجزئية معينة، وإن كان عالما بالنحو لكنه تبرز أو برز في جزئية أخرى، من يبرز في القراءات، ومنهم من يبرز في اللغة، ومنهم من يبرز في رواية الشعر، وهذا يفيد كله يصب في بوتقة واحدة، ويفيد النحو لأن النحو يحتاج إلى مادة لغوية يبني النحوي عليها قواعده، لأنه يستند إلى السماع، والسماع يحتاج إلى الشعر، الشعر من الأمور الأولى التي وضعها النحاة
في السماع سواء كان الشعر جاهليا أم إسلاميا أم من المخضرمين إلى الفترة التي حددوها. فلذا نجد من العلماء الكوفة من تميز في القراءات، والقراءات هذه مادة لغوية مع أنها قرآن، لكن القراءات واختلاف القراءات يفيد في وضع القواعد النحوية. وهي مادة من الأصول الأولى في أصول النحو تتبع السماع. طيب. اللحياني أبو الحسن علي بن حازم اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة، وقيل سمي به لعظم لحيته، يعني سمي باللحياني. نعم، صاحب النوادر. وطبعا كان الفراء إذا أمل ودخل اللحياني يسكت، لأن اللحياني كان أرقى من الفراء في النوادر. في النوادر. في النوادر. وهذا متميز في النوادر. نعم، أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم، قال أبو حاتم إذا فسرت، طبعا العصبية المذهبية. إذا فسرت حروف القرآن المختلفة فيها أو حكيت عن العرب شيئا فإنما أحكيه عن الثقات عنهم. الثقات يضرب مثال مثل أبي زيد وأبي عبيدة ويونس، وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم، ولا ألتفت إلى روايات الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم. ثم يقول وأعوذ بالله من شرهم. هذا طبعا نظام العصبية المذهبية. الوقت دكتور يدركنا. ابن سعدان. ابن سعدان طبعا كان ثقة وتميز بأنه كان من القراء، ولذا تحدث عنه ابن الجزري إمام كامل مؤلف الجامع والمجرد وغيرهما، وله اختيار لم يخالف فيه المشهور، هو ثقة عدل هكذا. توفي سنة 31 و200. أما الطوال طبعا ابن سعدان له كتاب القراءات وكتاب مختصر النحو، وله قطعة حدود مثل على مثال حدود الفراء. الطوال محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي. من أهل الكوفة، أحد أصحاب الكسائي، حدث عن الأصمعي وقدم بغداد وسمع منه أبو عمرو الدوري المقرئ، قال ثعلب، وكان حاذقا بإلقاء العربية، مات سنة 43 و200 من الهجرة. دكتور خير الله، يعني لو سمحتم الوقت أدركنا بدقيقة، حدثنا في هذه الدقيقة عن ابن قادم وعن سلامة ابن عاصم. نعم، ابن قادم، محمد بن قادم وسلامة بن عاصم كلاهما من أصحاب الفراء. وحقيقة هناك حوادث لطيفة، يعني كنت أحب لو يوجد وقت نذكرها لمحمد بن قادم، أذكرها سريعا. ورد كتاب إلى المأمون، والكاتب كتب فيه جملة: هذا المال مالا. المأمون وضع خطا تحت هذه الجملة وكتب في حاشيته: أتخاطبني باللحن، وهو كان في بلاد الروم، فأرجعه إلى وزيره، والوزير أرسل إلى محمد بن قادم. يعني لما نصب المال هنا مالا؟ نعم، يعني لما نصب. الوزير أرسل إلى محمد بن قادم، قال أدركنا. يقول محمد بن قادم: عندما جئت وجدت هلعا وجزعا في الدار لشدة يعني خوفهم من هذا الخلل والزلل الذي كان يعني لا يرضي الحاكم. فقال: إنما الوجه المال مال، هذا المال مال، ويجوز القول الآخر. فقال الوزير لكاتبه: إلزم الوجه ودعك من يجوز ويجوز. حقيقة يعني التضييق، تضييق في اللغة طبعا. نعم، لا أقصد تضييق، لكن انظر إلى الحاكم كيف كان صحيح عالما باللغة، كان دقيقا نعم في اللغة. نعم. طيب، سلامة أيضا. سلامة بن عاصم يعني هو الذي نقل لنا كتاب معاني القرآن للفراء، عالم راوية ونحوي من أصحاب الفراء ومن أقران محمد بن قادم، وكان أوثق من كان مهتما بالكتب ونقلها، وتوفي 270 للهجرة. نعم. دكتور حمدي، بدقيقة، معنا ثعلب يحتاج إلى حلقة طبعا. حدثنا عن ثعلب وكتابه مجالس. أحمد بن يحيى ثعلب. نعم، ولد سنة 200 وتوفي سنة 91 و200 من الهجرة، وهو إمام الكوفيين في عهده، وهو ثالث ثلاثة قامت على أكتافهم أو على أعمالهم مدرسة الكوفة: الكسائي، الفراء، ثعلب.
هكذا المشهورون في مدرسة الكوفة الأوائل. بعد ذلك بعد ثعلب والمبرد حدث الأمور لاختلاط المدرسة البغدادية. صحيح. نعم. طبعا أخذ عنه الأخفش الأصغر ونفطويه وابن الأنباري والزاهد ابن الأنباري أبو بكر صاحب إيضاح الوقف والابتداء وشرح القصائد السبع الطوال وغير ذلك. ولقب بثعلب. بثعلب لأنه يشبه الثعلب في أنه إذا سئل في مسألة كان يأخذ من ها هنا وها هنا هكذا يقولون يعني. نعم. نعم. له طبعا كثير من الكتب ومنها مجالس ثعلب التي فيها الأمور النحوية واللغوية، ولكنه اشتهر باللغة والشعر وله فصيح الفصيح في اللغة من كتاب الفصيح من الكتب المعتمدة الجيدة، ولكنه لم يكن مثل الفراء ولا الكسائي، كان مقلدا يعني الفراء كان مجتهدا، الكسائي كان مجتهدا يعني في النحو ليس في الفقه، أما ثعلب فكان من المقلدين، كان يقلد الفراء والكسائي، ما قالوا ما قاله يقوله دون تدخل، ولذا كان المبرد يغلبه إذا ما دخل في مناظرة. نعم. لأنه لم يكن فصيحا في حديثه بخلاف المبرد الذي كان فصيحا. نعم. بأقل من دقيقة دكتور خير الله نختم بك، حدثنا فيها عن أبرز أسس النحو الكوفي ومصادره، يعني باختصار تفضل. نعم باختصار، المدرسة يعني خالفت المدرسة المصرية في قبول الشعر والرواية، سواء كان مثلا البيت شاذا أو منفردا، ويخالفون الكثير فيقبلون به ويستنبطون منه قاعدة تخالف المشهور، يقبلون حتى نصف الحديث العرب الذين خالطوا الحضر على خلاف البصريين. أما أصولهم فهي كأصول يعني اللغويين عموما البصريين، لكن نضيف إليهم أنهم استندوا على النحو البصري أيضا، يعني النحو البصري من أصولهم، وكذلك القراءات والشعر وغيره. نعم نعم. يعني يقوم على ما يقوم المذهب الكوفي مثلا، يقوم أكثر شيء على قبول السماع، التوسع في السماع الجغرافية. نحن نعرف أن الرواية لها حدود جغرافية يعني مثلا في البادية، لكن على عكس البصريين، يعني على عكس البصريين يتوسعون في السماع، يتوسعون ويقبلون حتى رواية يعني غير ثابتة يبنون عليه قاعدة. البصريون يميلون إلى التقنين أكثر على الأكثر على الأكثر لضبط اللغة. نعم هكذا. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكايب من مدينة تشاناكالي التركية الدكتور خير الله الشمري أستاذ اللغة العربية المشارك بجامعة تشاناكالي. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك، وشكرا لضيفك الكريم، حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة سيرة عالم مع الفراء أمير المؤمنين في النحو. الفراء أمير النحو. أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي الكوفي ولقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام أي يصلحه ويغلب الخصوم. ولد الفراء في الكوفة سنة 144 للهجرة، ثم انتقل إلى بغداد ولم يخرج منها إلا قليلاً لزيارة أهله في الكوفة. أخذ عن الكسائي والرؤاسي وقيس بن الربيع وسفيان بن عيينة وغيرهم، وأخذ أيضاً عن يونس بن حبيب من البصريين. روى عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري وغيرهما. كان الفراء قوي الذاكرة والحفظ، لا يكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغناء بحفظه. قال ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية، لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية، لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس فيها عن مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب. قال أبو بكر بن الأنباري: كان يقال النحو الفراء، والفراء أمير المؤمنين
في النحو. توفي رحمه الله في طريق عودته من مكة سنة 207 للهجرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوان هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء 24. نبدأ مشاهدينا الكرام البيان القرآني من سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لا وزر. ما معنى وزر هنا دكتور، وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ينقل السيوطي عن أبي قاسم في لغات القرآن، يقول: هو الجبل والملجأ بالنبطية. ويقول ابن أبي حاتم بسنده عن الضحاك في قوله لا وزر، قال: لا جبل، وهو بلغة أهل اليمن. وقال ابن جرير بسنده عن الضحاك في قوله لا وزر، قال: الجبل في لغة حمير. الكلمة عربية لورودها بمشتقاتها ومعانيها المختلفة كثيرة فيها. نعم، الوزر هو الملجأ من حصن أو جبل أو سلاح. لعمرك ما للفتى من وزر، من الموت يدركه والكبر. وقال الآخر: تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية، من الشواهد النحوية. لا تزر وازرة ولا وزر تزر أخرى، وزر وزر أخرى. كثير من الأمور التي تدل على أن الكلمة عربية. نعم. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنهن الياقوت والمرجان. معنى الياقوت هنا دكتور ولغتها؟ يذكر السيوطي عن الثعالبي في كل لغة أنه فارسي، وكذا الجواليقي والمغربي وآخرون. الجوهري يقول: الياقوت يقال فارسي معرب، وهو فاعول، الواحدة ياقوتة، والجمع الياقوت. وقال الفيروزابادي: الياقوت من الجواهر معرب، أجوده الأحمر الرماني. الكلمة من الألفاظ التي دخلت إلى بلاد العرب وتكلموا بها وصارت من كلامهم. قال الجواليقي بعد أن ذكر أنه معرب والجمع يواقيت وقد تكلمت به العرب، قال مالك بن نويرة: لن يذهب اللؤم تاج قد حييت به من الزبرجد والياقوت والذهب. إذن لها صيغتها العربية فأصبحت عربية. نعم. ما من الذي دخل صار معربا. نعم. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى في سورة الانشقاق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ظن أن لن يحور. معنى يحور وما لغتها دكتور؟ السيوطي ينقل عن ابن الجوزي في فنون الأفنان: الحور الرجوع بلغة الحبشة. ويقول السيوطي: روينا في أسئلة نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس عن قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور، قال: أن لن يرجع بلغة الحبشة. وقال ابن أبي حاتم بسنده: أن لن يرجع بلغة الحبشة، وإلى آخره من هذه الأقوال العلماء. أيضا كله يرجع إلى لغة الحبشة. الكلمة في الحقيقة عربية. نعم، وردت بمشتقاتها المختلفة: الصحاح حار يحور حورا وحورا رجع، يقال حار بعدما كار، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، من النقصان بعد الزيادة. وذكر القرطبي أنها من توافق اللغات. يعني نعم. هذا يا إما عربية أو إما هي من توافق اللغات. يعني توافق اللغات يعني ورد في العربية في العربية وغيرها، ورد في غيرها بهذا المعنى. صحيح. يعني الكلمة عربية. وطبعا موجودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. نعم. أيضا من ذلك مشاهدين الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. في سورة ياسين، ما معنى ياسين دكتور هنا وما لغته؟ نعم، السيوطي ينقل عن ابن مردويه بسنده وابن جرير بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى ياسين، قال: يا إنسان بالحبشية. هذا يذكرنا بطه أيضا. طه. نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير، قال ياسين: يا رجل بلغة الحبشة. الكلمة من الحروف المقطعة المفتتحة بها بعض سور القرآن الكريم. وللعلماء فيها أقوال مختلفة،
يعني قال الزجاج جاء في التفسير ياسين معناه يا إنسان، وجاء يا رجل، وجاء يا محمد، والذي عند أهل العربية أنه بمنزلة ألف لام ميم، يعني هذه الحروف المعجزة، الحروف المقطعة التي يعني تكون منها القرآن الكريم لإعجاز، وليس كما يعتقد العوام ياسين وطه من أنهما أسماء ليسوا كذلك، وما ورد من ذلك ضعيف أو شديد الضعف. طيب أيضا في قوله تعالى في سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يصدون هنا دكتور ما معناها ولغتها؟ السيوطي ينقل عن ابن الجوزي معناه يضجون بالحبشية. الكلمة عربية لوجودها باشتقاقاتها ومعانيها المختلفة، في الصحاح صد يصد صدودا أعراضا، وصده عن الأمر منعه وصرفه عنه، وصد يصد ويصد صديدا أي ضجة. يجوز فيها لغتان، يعني هنا القرآن أخذ يصد يصدون بالكسر، فيه من خصص يصدون بالضجيج، وفيه من جعل يصدون للمنع، للمنع يعني نعم. كذا. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نلقاكم إذن مشاهدين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.